بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم او مساء الخير عليكم على حسب ما هتشوف الفيديو. جولة جديدة ويوم جديد في سوق الحد في وكالة البلح. احنا بقالنا كتير ما رحناش السوق، فالنهاردة بقى قلت اديكم فكرة كده عن السوق قبل العيد، ايه الاخبار. انتوا عارفين طبعا الحد اللي جاي مش هيبقى فيه سوق، لان هيبقى العيد ان شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين جميعا يا رب، ويعود علينا الايام بخير. فهتشوفوا بقى حاجات حلوة جدا. السوق ما شاء الله كان مليان، وكان في حاجات حلوة جدا وجميلة. هنشوف بقى مع بعض ايه اللي موجود. دي كده اول ما دخلنا، طبعا اول ما دخلنا الدخلة بتاعت الكورنيش دي ساعة الصبحية كده ما بيبقاش في حد خالص فارش، بس بيجوا على الظهر وكله بيفرش. عشان تبقوا عارفين يعني لو هتيجوا الصبح بدري مش هتلاقوا حد خالص في الدخلة اللي هي من ناحية الكورنيش، لكن لو استنيتوا على الظهر هتلاقوا الكل فارش. هنا الأطباق الصيني اللي كانت قدامنا دي كانت طبق ب20 جنيه، وكان الطبق الأسود ده ب15 عشان كان في مشكلة في الطبق. الشوزات الصنادل اللي قدامنا دي ب75، والصابوهات كانت ب65 جنيه. احنا كده دخلنا في شارع اسمه شارع الخطيري، وهنكمل فيه عشان نشوف ايه الفرش اللي موجود. تمام، قلنا ان الكورنيش مش كله فارش، كان حاجات بسيطة جدا اللي مفروشة، فرش بسيط قوي. بس بعد الظهر بقى لقينا كله فرش، وكله كان شغال، والدنيا كانت شغالة كويس جدا بره ناحية الكورنيش. ودايما البياعين اللي بيقعدوا عند في الشارع اللي هو عند دخلة الكورنيش ده ما بيدخلوش جوه، ما بيدخلوش الشوارع اللي جوه، بيبقوا مصرين انهم يفرشوا هناك، فبيبقوا قاعدين مستنيين لما الدنيا تهدى وبعد كده بيفرشوا شغلهم، فتلاقيهم بيفرشوا متأخر دايما. هنشوف بقى واحنا ماشيين كده ايه اللي موجود. طبعا فروشات المكياجات والمنظفات والشامبوهات، حاجات من كتير طول ما انت ماشيه هتلاقيها. طبعا الطبق ده كان سعره 25 جنيه، كانت فيه واحدة قاعدة بأطباق. بصوا طبعا عشان عليها زحمة، فأنا كنت بجيب الحاجة صورها لكم كده من بره. برضو الكوباية دي كان شكلها حلو جدا، سعرها كان 20 جنيه. هي دي الحاجات اللي موجودة عندها. وزي ما قلت لكم دي في دخلة شارع الخطيري، دي في البداية. الفازة دي كانت ب70 جنيه على ما أعتقد، على ما أتذكر يعني. دي الحاجات اللي موجودة عندها. تعالوا بقى نكمل ونشوف ايه اللي موجود تاني في السوق. بصوا كمان الشمسية دي شكلها ظريف جدا وصغننة كده، سعرها 50 جنيه، حلوة جدا في الشمس اللي احنا فيها دي، وظريفة لان هي صغيرة مش بتاخد مساحة كبيرة، ولما بتتقفل بتبقى صغننة قوي يعني. شكلها ظريف وكان سعرها ب50 جنيه. هنكمل بقى زي ما انتم شايفين. على فكرة كتر بقى فرش المستحضرات العناية بالبشرة والشعر والجسم، الحاجات دي بقت موجودة كتير بعكس الأول. عارفين بعد موضوع قمر الحاجات دي كانت قليلة جدا، لا ابتدت ترجع تاني، خلاص الوضع ابتدى يرجع تاني والناس ابتدت ترجع تاني، مفيش مشكلة خالص. بصوا بقى العوامات اللي موجودة على الجنب دي، كانت العوامة في ب40 وفي ب25 جنيه، أشكال بقى. طبعا انت بتاخدي، كان في ناس قاعدين بينفخوا وبيجربوا وبيشوفوا الحاجة سليمة ولا مش سليمة عشان ياخدوها. في عندها بقى اجهزة التوست وتحميص التوست، وعندها الميكر ساندويتش، وعندها صواني، عندها اطباق، عندها حاجات كتير طبعا، وكل حاجة عندها وليها سعرها اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا كانت كمان الصواني اللي في ايد الست دي كانت ب15 جنيه الواحدة. كان عندها بقى الشنط دي، كانت واحدة واخداها كده وماشية، الشنطة كانت ب150 جنيه. بصراحة الشنطة كانت حالتها كويسة، يمكن الخامة بتاعتها مش احسن حاجة، بس 150 جنيه طبعا في شنطة زي كده طبعا ولا حاجة. انتوا عارفين الشنط دي بتبقى غالية، بيوصل سعرها ل600 و700 جنيه كمان، عشان هي حجمها كبير على فكرة مش صغيرة. اللي اصغر منها بتتباع ب600 وب500، فطبعا دي تعتبر بالنسبة لها لقطة. هي اخدت الاتنين على فكرة، وكل واحدة سعرها 150 جنيه. نكمل بقى مع بعض. دي حاجات كانت كاستر وجيلي وحاجات من دي. طبعا الحاجات دي يا ريت يا ريت تبصوا على تاريخ الصلاحية قبل ما تشتروها. في حاجات بتبقى صلاحيتها خلصت، في حاجات بتبقى صلاحيتها لسه شوية. الشنطة دي كان سعرها 100 جنيه، جلد طبيعي جميلة جدا للاب، حلوة قوي، وبرضو من الحاجات اللقط اللي لو حد محتاجها هيجيبها، سعرها حلو جدا. وكانت الشنط هناك اسعارها بقى مختلفة، كل حاجة وليها سعر. هوريكي شنطة تانية برضو سعرها كان اقل شوية، دي كان سعرها 50 جنيه. برضو الشنط اللي هي بتبقى الوانها
غير الابيض والاسود والحاجات دي بتبقى يعني نادر ان احنا نشوفها. بصوا المايو ده كمان ب 150 جنيه، على فكرة مايو كامل يعني. احنا هنا بقى عند عم ابو سلمى، عم ابو سلمى كان عنده الباتيناج اللي قدامكو ده، بس هو اللي هو 5 عجلات، مش 2 او مش 3. في كمان عنده مكاوي، في عنده القلايات، كان في عنده شواية، في عنده الميكر ساندويتش، مكاوي بيبي ليس، عنده حاجات زي ما انتوا شايفين كده. دي الحاجات اللي موجودة عنده. زي ما انتوا عارفين برضو القلايات سعرها 300 جنيه، عنده الشواية يعني مش متذكرة بالظبط 100 او 150 على ما اعتقد. في كمان عنده حلة الرز دي اللي بتطبخي فيها الرز والكينود، وكان سعرها 300 جنيه، 300 جنيه على ما اتذكر يعني. زي ما انتوا شايفين حالتها ممتازة. هو بيشتغل يا جماعة في الحاجات دي لان الحاجات دي بتبقى يعني خارجة حالتها كويسة، مش ما فيهاش مشكلة ولا حاجة، بتبقى خارجة من عند الناس اللي بيستخدموها، حالتها كويسة، بتحتاج بس نظافة مش اكتر. فيشة مثلا فيها قطع، فيها حاجة، بيصلح الحاجات دي كلها وبيبتدي يبيعها، وبيبقى هو متأكد ان هي حالتها كويسة وشغالة تمام. عشان كده بيشتغل في الحاجات دي بس، لان دي بيبقى متأكد من ان هي شغالة ومن ان هي حالتها تمام. دي بالنسبة لحلل الرز. حلل الرز يمكن مش منتشرة قوي عندنا، بس انتوا عارفين بيجي عنها ريفيوهات كتير وبنشوفها كتير، قد ايه هي منجزة وسريعة ويعني حلوة في طهي الرز. دي واحدة تانية برضو بس كانت متباعة، فبرضو حابة يوريهاني. خلصنا كده عند عم ابو سلمى. لو عايزين رقم تليفون ومحتاجين منه اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتس وانا اسيب لكم رقم التليفون عشان لو حابين تتواصلوا معايا. هنكمل. وزي ما انتم شايفين الشنط دي سعرها ثابت 100 جنيه دايما بنعدي عليها، سعرها ثابت 100 جنيه. وكان في كمان الكوتشيهات اللي قدامنا دي سعرها 100 جنيه برضو، دي 100 جنيه، وكويسين جدا على فكرة. نكمل بقى ونشوف باقي الحاجات اللي موجودة عندنا هنا. كان في كروكسات أطفال وكان سعرها 20 جنيه، وكان في كمان حاجات جديدة هتشوفوها دلوقتي برضو وسعرها كان 25 جنيه. هو كان كاتب لو تشوفه كان كاتب أي شبشب ب20 جنيه. هنا الجديد اللي في الأكياس ده كان سعره 25 جنيه أي حاجة فيهم، وكلها مقاسات صغيرة يعني لو عايزة لأولادك عشان البحر. يا طبعا لو انت طالعه مصيف قريب عايزه تنزلي السوق، عايزه تنزلي الوكاله نفسها بقى بعيد عن السوق، هتنزلي هتجيبي كل ما تحتاجيه، كل الحاجات اللي انت عايزاها عشان المصيف، كل حاجه موجوده هناك ومتاحه، واسعارها كمان مناسبه جدا ومعقوله جدا وارخص كتير من بره. بالنسبه للبوركيني انا عرضت لكم اكتر من محل للبوركيني، عشان عايزين تروحوا تجيبوا سهل جدا في الوكالة، والاسعار كمان بتاعته كويسة جدا. وكمان اللي طلبوا مني محلات عبايات صورت لكم في اكتر من محل، صورت لكم في محل في شارع الاحمدين، في بداية شارع الاحمدين، كانت الاسعار 200 و200 لا كانت 250. صورت لكم كمان في محل البرنس وكانت الاسعار برضو 200 جنيه تقريبا، 120 و200 جنيه. وصورت لكم في اند ام، المحل ده بصراحة ده اكتشاف حلو جدا جدا هيعجبكم ان شاء الله لو رحتوه. انا سبت لكم كمان رقم تليفونه، والاسعار عنده هايلة والموديلات عنده هايلة، ده اكتشاف بجد في الوكالة هيعجبكم جدا لو رحتوا له. بصوا كمان لقيت فرشة السماعات دي، السماعة ب 80 جنيه اللي انا كنت ماسكاها، طبعا كل حاجة ليها سعرها، دي 120 جنيه. في كمان كان عنده صب، في حاجة ب 100 وفي حاجة ب 250 جنيه. وكان في عنده كمان سماعة أصلي هوريها لكم دلوقتي، وكان سعرها 200 جنيه، وكان بيقولي دي سماعة أصلي وسعرها 200 جنيه. فرش السماعات دي على طول يعني كل ما هتنزلوا البيتس ده هتلاقوه كتير قوي في الوكالة وموجود على طول، وخصوصا في يوم الحد. دي برضو الشوز ده كان ب50. هنكمل بقى ونشوف باقي الفرش اللي موجود عندنا. طول ما احنا ماشيين هتلاقوا حاجات كده، حاجات لقط وحاجات جميلة. بصوا هنا دي كان عندها الاباجورات دي، بس اباجورات من غير شابو، يعني ممكن تشغلوها كده ما فيهاش مشكلة، يعني عايزة تجيب لها شابو براحتك.
وكان في كمان المكاوي دي، المكوى كانت ب70 جنيه. كمان كان في عندها مكنة الشمع وسعرها كان 35 جنيه، اهو قدامكم. دي كنت بحسبها بخارة، طلعت بولة شوربة يعني. هنكمل. مكن الشمع عندها زي ما انتم شايفين كتير. الاباجورات على ما اعتقد كان سعرها 20 جنيه الواحدة، 20 جنيه، بس هي ناقصها شابوك. وشغالين على فكرة، جربت لي واحدة وطلعت شغالة يعني، ومش هتاخدي حاجة الا لما تجربيها وتطمني ان هي شغالة. يا جنبيها حد عنده فيشة هتشغلي عنده وهتبقى تمام، وهتتأكدي ان هي شغالة يعني. والمكاوي برضو نفس الحكاية، بتجربها لي. الاباجورة زي ما قلت لكم ب20، ومكنة الشمع 35 جنيه. هنطلع بقى نكمل في الشارع الواسع بقى اللي احنا متعودين نصور فيه دايما. اهو بصوا الستاير دي يا جماعة ب75 جنيه، وممكن تنزل ل50 جنيه كمان. احنا خلصنا الشارع الضيق اللي هو عند الكوبري، اللي هو تحت الناس اللي فرشة تحت الكوبري في الشارع الضيق اللي هو شارع الخطير. طلعنا منه على الشارع الواسع، لقينا بقى فيه الفروشات دي. دي كمان فرشة نظارات كانت موجودة، النظارة دي ديور وإيطالي، وكان مكتوب على الدراع بتاعها ميدن إيطالي. حاولت أصورها لكم بس للأسف التليفون ما جابهاش، بس هو كان مكتوب ميدن إيطالي. دي سعرها كان 100 جنيه. في كمان عنده بقى نظارات كتير، أنواع كتير وأشكال كتير، وكمان كان عنده ساعات كتير، حاجات ضد المية وحاجات ماركات. وهتشوفوا دي كان بيقول لي ضد المية. في ساعة تانية برضو مسكتها، قال لي سعرها، دي قال لي سعرها 100 جنيه، شكلها ظريف قوي. الحاجات دي هتلاقوها كتير، نظارات، ساعات، هتلاقوا الحاجات دي موجودة كتير يوم الحد. طبعا احنا الاسبوع اللي فات ما صورناش خالص سوق الحد ولا شفنا ايه اخباره، فقلنا بقى الاسبوع ده ننزل ونشوف ايه الاخبار، حتى لو تبقى جولة سريعة كده بس تعرفوا ايه اخبار سوق الحد. كان في كمان المروحة دي، كان سعرها 130 جنيه، مروحة ودفاية، تشتغل مروحة وبتشتغل دفاية. في حاجات كده هتلاقوها لقط طول ما انتوا ماشيين في الوكالة، هتلاقوا حاجات كده لقط ما ينفعش ان انتوا تسيبوها يعني. نزلتوا بالنهار الصبح بدري، نزلتوا هتلاقوا يعني، لان دلوقتي بقى في ناس بتفرش متأخر. دي فرشة أسامة، كنت صورت لكم عندها قبل كده. أسامة بيبيع كل الكوتشات اللي قدامه دي، كوتشات مستعملة كلها براندات، سواء كانت كوتشات او ستارز او شوزات، كله مستورد، كله براندات، كلها مستعملة. وزي ما قلت لكم لو بعد سنة حابة ترجعي له الكوتش اللي انت اخدتيه منه، ما عندوش مانع خالص، بياخده منك. بس المهم ان هو ما يكونش متبهدل. يعني ايه متبهدل؟ يعني مقطوع، يعني مثلا لو في الجلد فصل عن النعل، اوكي ماشي، دي ما فيهاش مشكلة. لكن قطع بقى حاجات، يعني قطع في الجلد نفسه، قطع في الشوز من فوق، لا ما بياخدوش. لكن لو الحاجات اللي هي العادية المعتادة تمام، بياخدها، ما فيش فيها مشكلة، اللي نقدر نعالجها يعني. ممكن ياخدوا منك، بياخدوا منك بنص الثمن اللي اخدتيه منه. يعني هو دايما بيقول كده لزباينه، خد الكوتشي من عندي او الشوز، ولما تزهق منه هاتهولي. يعني لما تزهق من لبسه ابعتهولي، وهاخده منك بنص الثمن اللي انت اخدته بيه مني. عنده الاسعار غالية شويتين، بس هو للأسف ما بينزلش حاجة خالص. يعني عند دي ب450 جنيه، الستارز برضو ب450، الصغير يعني كل ما بتطلعي في المقاس كل ما السعر بيعلى. سعره تقريبا يعني 450، دايما بسمعها عنده 450 و350، اي حاجة عنده دي اسعارها. وما بينزلش حاجة خالص، يعني عشان لما تروحي له ما تحاوليش تفاصلي معايا، مش هيفاصل، مش هينزل حاجة. هي دي اسعار، وعارف هو بيبيع ايه. وفي اكيد ناس كتير فاهمه، لاني انا بشوف ناس كتير بتروح تشتري منه، في ناس كتير فاهمه وعارفه هي محتاجه ايه، وعارفه بتفهم كويس قوي في الحاجات دي، وعارفه ان الحاجات دي اذا كانت كويسه ولا مش كويسه، بدليل ان في ناس بتروح له مخصوص وبتاخد منه بالاسعار العاليه دي. في كمان عنده الاسترزات اهي، بصوا مقاسات صغيره، وكانت 450 او 350 حاجه زي كده. فيعني
ما لقيتش تقريبا عنده حاجه كبيره، كله كان صغير بالنسبه للناس اللي سالتني على الاسترزات. انا صورت لهم قبل كده، ودي كمان استرزات تانية بس حاجات كلها براندات واصلي، هتعجبكم جدا ان شاء الله. لو عايزين تليفون اسامه اكتبولي في الكومنتس وانا اسيبها لكم. هنخلص بقى اسامه وكوتشيهاته ونكمل ونشوف باقي الحاجات اللي موجوده عندنا. بصوا بقى، دراعات بلاي ستيشن، موبايلات قديمة. طول ما انتي ماشية بقى، على فكرة المكان ده، الشارع ده اللي هو فيه المدارس التجريبي، الشارع الواسع ده في نهايته في المدارس التجريبي، او في نصه تقريبا، في نصه مش في نهايته، في نصه. يعني ايام الدراسة ما كانش فيه فرش كده ممتد كده، كان قبل المدرسة بمسافة كبيرة جدا ما كانش فيه حد بيفرش. دلوقتي ما شاء الله، حتى لو تفتكروا الراجل اللي انا كنت دايما بصوره لكم اللي قاعد بيسمع عبد الحليم حافظ، ما بقاش يقعد لان الفرش بصراحة بقى لحد قدام بيته، فيعني وبعد بيته كمان. ده كان بيقعد كده في الروقان، ما فيش حاجة خالص حواليه، وكان بيشغل عبد الحليم حافظ من 7 الصبح ويفضل قاعد. يعني كنت افضل راحة جاية عليه لحد الظهر تقريبا، بيبقى قاعد بيسمع عبد الحليم، فريد، أم كلثوم، بس طبعا في المقدمة وفي البداية عبد الحليم حافظ. ما بقاش يقعد بقى خلاص، الفرش كتر والزحمة طبعا طول الأسبوع، في صنايعية وفي ورش، ويوم الحد بيبقى في السوق زي ما انتم شايفين كده، والسوق دلوقتي بقى فارش قدام بيته ومكمل لحد قبل المدارس بحاجة بسيطة، وبعد المدرستين كمان في فرش، يعني سايبين بس قدام المدرسة تقريبا، مفيش فرش قدام المدرسة. بصوا بقى، بعد ما عدينا المدرستين لقيت الراجل ده قاعد بالفيب، يعني اول مره اشوف فيب بيتباع في الوكاله، يعني حتى الفيب كمان بيبيعوه، وعلى فكره الجهاز جديد خالص. بصوا كويلاته كمان كلها بالاكياس بتاعتها جديده، والجهاز كمان جديد، ووروهوني ان هو شغال فعلا، جهاز بالتانك بتاعه. فدي كانت جديده بصراحه، اول مره اشوف الفيب بيتباع في الوكاله، وستيك بيكو للناس اللي هي بتفايب، عارفة ان الجهاز ده يعني من اوائل الاجهزة اللي نزلت في الفيب، وجهاز محترم جدا، وكان بيبيعه ب650 جنيه بكل حاجته. هو على فكرة ركب لي التانك بتاعه وشغله لي، ولقيته شغال وتمام، يعني حاجة جديدة ونظيفة، وسعرها كمان 650 جنيه، سعرها حلو جدا. كان عنده كمان التابلت ده، وكان سعره 850 جنيه، كان بيشغله لي، بس طبعا عشان الشمس وكده فمش واضح، مش هتشوفه ان هو شغال ولا لا، بس هو فعلا شغال، الشاشة بتاعته مكسورة بس هو شغال وزي الفل، ما فيهوش اي مشاكل، والتاتش بتاعه كمان كويس بالرغم ان الشاشة مكسورة. وكان عنده كمان التابلت ده، كان سعره 800 جنيه اللي في الارض ده، يعني عنده حاجات حلوة، ومش ويعني فيها حاجات بالنسبة للفيب مش مستعمل، التابلت مستعمل، وكان في عنده تليفون في الكرتونة بتاعته. احنا بقى هنا كده داخلين على شارع الأحمدين، بس هنشوف قبل ما ندخل شارع الأحمدين هنشوف الفرش اللي موجود. لا، احنا كده هندخل على شارع جامع السنانية، أنا أسفة، إحنا داخلين كده على شارع جامع السنانية اللي فيه أم عصام، لأن في حد سألني على أم عصام ومكانها فين. أم عصام مكانها في شارع جامع السنانية، وأنا شرحت لكم قبل كده مرتين إزاي توصلوا لها من الشوارع الضيقة اللي هي جنب الجراج، وإزاي توصلوا لها من الشارع اللي على نصيط وزكي السماك، صورت لكم فيديوهين ليها عشان بيبقى فيه عليها أسئلة كتير جدا، وناس كتير عايزة توصل لها، فانا ولسه لحد دلوقتي برضو بتسأل عنها. هي موجودة في شارع جامع السنانية، وهو ده الشارع اللي انا داخله لها منه، بيبقى فيه كده مفروشات فنادق بره، دي في شارع عش النخل، وبدخل من شارع عش النخل على ام عصام، المفروشات دي في شارع عش النخل، دي ب50 جنيه، دي الكفر اللي بتحط على الانتريهات. بصوا كمان الشرطات دي سعرها 5 جنيه، هنا البنطلونات دي 75 جنيه، دي فرشة على الأرض، وبيبقى أسعارها عالية شوية لأن حاجتها كلها بتبقى بالتيكت، فبتبقى الأسعار بتاعتها عالية شوية. ده كمان كيس خددية وكان سعره 15 جنيه، أهو
ادي ام عصام، احنا كده دخلنا الشارع جامع السنانية اللي فيه ام عصام بتاعت البورسلين، عندها الاطباق بقت ب20 جنيه، مش عارفة هي بتهيلي كده غليت لان هي كانت بتبدأ ب15 وكان فيه ب10 بالنسبة للاطباق الكبيرة، بقت ب20 جنيه. عندها كمان المجات، في مجات الشاي فيه ب10 وفي الالوان ب15، عندها طواجن، عندها طاسات، عندها حلل، عندها شوايات، معالق، طبعا معالق عندها حلوة جدا، عندها حاجات كتير ما شاء الله يعني، والأسعار عندها مختلفة. بس رجاء لما تيجوا تشتروا قلبوا كويس، لأن في ساعات بيبقى في حاجات فيها كسر، فيها خدش، فيها شطف، يعني بصوا وركزوا في الحاجات دي. يعني دي واحدة كانت بتحاسب يعني على الحاجات اللي واخداها، وشفت حاجات كتيرة فيها مكسورة، فمش عارفة هي، طبعا الحاجات واضحة، مش واضحة، لا الحاجات واضحة أكيد هي ليها استخدام في الحاجات دي. فبرضو لو احنا بنحب نشتري حاجات تبقى سليمة، يعني أنا شخصيا أحب أنزل أجيب حاجة سليمة وكويسة وتعيش معايا، فخلوا بالكم الحاجات دي طبعا لو بتحط فيها حاجة سخنة بيبتدي الكسر يزيد، وممكن تلاقوه نزل منكم نصين، فعشان ما تدفعوش فلوسكم ترجعوا تزعلوا عليها. ده محمد برضو موجود بعد ام عصام، عنده حاجة البقالة دي، في عنده معجون الاسنان ب10 جنيه، في عنده الكوكونات شوجر ده اللي هو جوز الهند بالسكر، بالسكر لونه بني كده شكله حلو وظريف، وكان سعره 15 جنيه. حاولوا تبصوا على الصلاحية، ما تشتروش كده وتمشوا، يعني انا بحب دايما ابص على الصلاحيه، بس يعني الحاجه اللي بمسكها ما بحبش اطول قوي عشان ما زهقهمش مني. بصوا على الصلاحيه كويس، اتاكدوا عشان ما تاخدوش حاجه وترجعوا تقولوا دي بايظه او تعمل معاكم مشاكل، مع اني انا سمعت ان الحاجات دي بتبتدي صلاحيتها مجرد ما تفتحيها بتبتدي تاريخ الصلاحيه بتاعها يشتغل، ده كلام انا سمعته، بس احنا دايما بنحب ناخد الحاجه اللي لسه فيها مده صلاحيتها شغاله، ويفضل ان انت تعملي كده عشان ما تأذيش نفسك ولا تأذي اولادك. في كمان عنده البسكوت ده كان سعره 10 جنيه، واللي جنبه كان 7.5. في عنده كمان، كان في عنده علب ماجي، وكان في عنده مشروب تانك تقريبا، هنشوفه دلوقتي اهو. البسكوت ده كان 10 جنيه، برضو تبصوا على الصلاحية يا جماعة، ما تنسوش موضوع الصلاحية ده مهم جدا. هنشوف بقى الماجي هنا كان سعره 15 جنيه، وهنا كان 10 جنيه للتانك اللي موجود ده. احنا كده طلعنا من شارع جامع السنانية ودخلنا على ام هدير، او هدير او ام وليد، يعني هم كلهم ولادها وولادها كلهم معاهم، يعني وليد وهدير وام هدير كلهم مع بعض في الفرشة اللي قدامنا دي بتاعت العبايات. عايزين رقم تليفونها برضو اكتبوا لي في الكومنتس وانا سيبها لكم لو محتاجين منها حاجة. هي موجودة يعني بعد المدارس التجريبي في نهاية الشارع، هتلاقوا العبايات دي متعلقة قدامك في وشك على طول وانت ماشية. العبايات عندها غالية شوية، يعني اللي كان موجود على الأرض ده ب250 جنيه، هتلاقوا الحاجات اللي متعلقة فوق بيوصل سعرها ل500 جنيه زي ما انتوا شايفين بقى، وانتي وشطارتك في الفصال معاها، يعني لو في حاجة عجباكي فصلي معاها لحد ما توصلي لسعر مناسب ليكي وليها. بس هي دايما عبايتها غالية، كل عبايتها خليجي وحاجات بتبقى بالتيكت جديدة فبتبقى غالية شوية. زي ما قلت لكم هتسيبوا المدارس التجريبي، بعد المدرستين التجريبي مدارس النيل، هتلاقوا في وشكم العبايات دي متعلقة في الوش كده في آخر الشارع. هي دي فرشة أم هدير و أو أم وليد، وهم كلهم قاعدين مع بعض. عايزين تليفوناتها زي ما قلت لكم، والسورات دي كمان تبعهم بتبدأ ب250، وانت بقى وشطارتك في الفصال. عايزين تليفونها اكتبولي وانا اسيبه لكم. في كمان القمصان دي سعرها 75 جنيه، هي الفرشة دي دايما بشوفها بتبيع بالسعر ده ما بتنزلش عنه. البنطلونات دي كانت فرشة بتبيع اي حاجة ب20 جنيه. هنطلع بقى على شارع عش النخل نشوف بقى مفروشات الفنادق، بس للأسف الفترة دي مفيش حاجة، يعني مش زي الشتاء. الشتاء بصراحة كان في عندهم حاجات تحف وروعة واسعار جميله، لا في الصيف مفيش حاجه، يعني دي بواقي قماش، ستاير، حتت ستاير كده، يعني اقول لك ما تنفعش ان هي تتعمل حاجه بتتباع. بس طبعا في ناس ليها استخدامات في الحاجات دي وبتجيبها، يعني انا بشوف ناس كتير واقفه بتشتري قطع القماش دي، بتاخدها القطعه ب10 جنيه، بيبقى ليها استخدامات عندها.
طبعا كل واحد بيبقى نازل عارف هو عايز ايه وبيجيب ايه ومحتاجها لايه، فكل واحد بيبقى مرتب نفسه وعارف الحاجات دي بياخدها ليه، مفيش حد بيرمي فلوسه كده، مفيش حد بيشتري اي حاجة والسلام. الفوطة هنا كانت ب 35 جنيه، في بقى الكفرات بتاعة الانتريهات والركن، هنا برضو دي ده كفر انتريه، برضو كفر انتريه او ركن حاجة كده، وكان سعره 50 جنيه، برضو القطعة 50. بصوا دي ستاير وسعرها 20 جنيه، وطبعا بقى بيبقى فيه ستاندات هدوم، الموضوع مش موضوع فرش بس اللي موجود، لا بيبقى فيه ستاندات هدوم واسعارها كمان حلوة. يعني انا الستاندات اللي بتبقى موجودة في الشوارع الصغيرة دي بتبقى ستاندات عليها حاجات حلوة جدا واسعارها كمان حلوة جدا. يعني يوم الحد ركزي في انك مش تبصي بس على الفرش، لا بصي كمان على الستاندات، بصي على الحاجات اللي متعلقة فوق، هتلاقي حاجات تحف وحاجات جميلة جدا. برضو لو انت عايزة تنزلي لحد، هتلاقي عم وليد في شارع في الشوارع دي موجود، عم وليد دوت اللي هو عنده البوركيني، هتلاقيه فارش شغله، لان هو عند المحل بتاعه ما بيبقاش فيه فرش ولا سوق ولا حاجة، فهو بيطلع بره كده ناحية السوق يحط الفرش بتاعه، هتلاقوه يعني وانتوا ماشيين كده هتعطروا فيه، هو في اول شارع الاحمدين. احنا هنا لسه في شارع عش النخل، عش النخل هو اللي كله مفروشات زي ما انتوا شايفين، عايزين ستاير، عايزين فوط، عايزين ملايات، عايزين اقمشة، عايزين بلاك اوت، كل حاجة موجودة، عايزين ستاير بالكونات هتلاقوا. بصوا كمان الملايات دي هنا اي ملايتين مع بعض ب 20 جنيه، للسرير الصغيرة ب 120، وفي كمان ملاية للسرير الكبير بسعرها 100 جنيه، هي على فكرة قطن على بوليستر، طبعا هي مش احسن حاجة يعني بالنسبة لخامة القماش، بس يعني بتأدي الغرض، وحاجات جديدة لو عايزاها للعيد. دي ب 100 جنيه لسرير لسرير كبير. في كمان الكوفرتات دي كان سعرها 175 جنيه الاتنين مع بعض، سعر اتنين مع بعض، وكان في للسرير الكبير بسعرها 160 جنيه، ده للسرير الكبير اهي دي اللي قدامنا دي ب 160 جنيه. زي ما انت شايفة بقى، عايزة كفر للانتري بتاعك، عايزة كفر للركنة، طول ما انت ماشية هتلاقي الحاجات دي كتير. الفرشة دي كان عليها اي حاجة ب 10 جنيه. فالشارع ده كله كده مفروشات، هتلاقوا كمان مع المفروشات في ممكن تلاقي استندات هدوم، في تلاقي فرش على الارض هدوم برضو، بس هو غالبيته العظمى مفروشات. وطبعا حاجة الفنادق مش عايزة اقول لكم، بس هي بصراحة بقى لها فترة لسه ما فيش عندهم شغل جديد، مش عايزه اقول لكم شغل الفنادق اللي بينزل عندهم بيبقى تحفه ازاي، وبيبقى عليه بيخلص بسرعه يعني ما بيقعدش. بس ان شاء الله اول ما هينزل عندهم حاجه جديده هصورها لكم واعرضها لكم ان شاء الله. الفرشه دي برضو عليها اي حاجه ب 20 جنيه. فرش الهدوم طبعا كتير جدا زي ما انتم متعودين، وزي ما انتم عارفين ان فرش الهدوم بيبقى كتير جدا في سوق الحد. كده وصلنا لنهاية الفيديو، بس الجولة لسه ما خلصتش. ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك لايك وشير للفيديو، ولو أول مرة تشوفيني تعملي سبسكرايب للقناة. أشوفكم في جولة جديدة، باي باي.